السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طالبات العزيزات طالبات الصف الخامس الابتدائي، ومع درس جديد من دروس اللغة العربية. سوف نبدأ اليوم في الوحدة السابعة، وسوف نتناول أول درس بها وهو درس القراءة بعنوان رسالة إلى جدتي للدكتورة حصة العوض. وهي دكتورة قطرية، ولدت في عام 1956، وعملت رئيسة لقسم الأسرة والطفل بتلفزيون قطر، وقامت بكتابة هذه الرسالة الجميلة التي سوف نتعرف عليها اليوم. وفي البداية، ماذا تشاهدين في هذه الصورة؟ نعم، إنها الجدة العطوفة الحنونة التي تحبنا كثيرا. هيا يا عزيزتي، قومي بفتح الكتاب صفحة 139. هيا قومي بقراءة الفقرة الأولى، قراءة صامتة من أول كلمة جدتي إلى كلمة لها. قراءة صامتة. والآن سوف أقوم بقراءة الفقرة الأولى، قراءة جهرية. تابعي معي يا عزيزتي ورددي خلفي. جدتي العزيزة، أين أنت؟ طال اشتياقنا إليك وزادت لهفتنا عليك. وأين لياليك الجميلة؟ وأين أحاديثك العذبة وحكاياتك الممتعة؟ كم أحزن وأنا أراك تتألمين من أوجاع مفاصلك الرقيقة، أو من خفقان يزيد وينقص مع دقات قلبك العطوف، أو من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه. لكن كل هذا يا جدتي الحبيبة لا يعفيك من مهمتك الخالدة التي قضت بها الأقدار تجاهنا نحن الأحفاد، وجعلتك الأقدر على إنجازها والأمثل لها. عزيزتي الطالبة، قومي بتكرار القراءة أكثر من مرة حتى تتقني القراءة وتتدربي على مهارة القراءة وتتقنيها جيدا. والآن عزيزتي الطالبة، هيا نناقش بعض المعاني الصعبة. ما معنى كلمة الأقدر؟ وجعلتك الأقدر. أحسنت يا عزيزتي، معنى كلمة الأقدر أي الأمثل. الأقدر معناها الأمثل والأفضل. على إنجازها، ما معنى كلمة إنجازها؟ إنجازها تحقيقها. تحقيقها. شكرا لك. بين كلمة ارتفاع وانخفاض علاقة لغوية. بين كلمة ارتفاع وانخفاض علاقة لغوية. يا ترى ما هذه العلاقة؟ هل هي علاقة ترادف أم تضاد؟ علاقة ترادف أم تضاد؟ شكرا لك. بالفعل بين كلمة ارتفاع وانخفاض علاقة لغوية، وهي علاقة تضاد. تضاد. شكرا لك. وأيضا بين كلمة خفقان يزيد وينقص. كلمة يزيد وينقص بينهما علاقة لغوية. ما هي هذه العلاقة؟ نعم، إنها علاقة التضاد بين يزيد وينقص. شكرا لك. من تقوم الآن باستخراج أداة استفهام؟ أداة استفهام. شكرا لك. أين أداة استفهام؟ أين أداة استفهام؟
أين أداة الاستفهام؟ بالفعل أين أداة استفهام؟ ما مضاد كلمة زادت؟ ما مضاد كلمة زادت؟ أسمعك جيداً، بالفعل قلت. مضاد كلمة زادت قلت. شكراً لك يا عزيزتي. ما معنى كلمة الخالدة؟ مهمتك الخالدة. ما معنى كلمة الخالدة؟ الباقية والمستمرة. الباقية والمستمرة. التي قضت، ما معنى كلمة قضت؟ بالفعل حكمت. حكمت. شكرا لك. والآن سوف نناقش بعض التدريبات على هذه الفقرة. افتحي معي على التدريبات صفحة 142. افتحي معي الكتاب. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي. لا يعفيك من مهمتك الخالدة التي قضت بها الأقدار. مرادف كلمة قضت، ذكرناها من قبل. مرادف كلمة قضت، هل هي حكمت، تحولت، تغيرت، تراجعت؟ هي يا عزيزتي، بالفعل إجابة صحيحة. معنى كلمة قضت حكمت. حكمت. شكرا لك. ننتقل إلى صفحة 143. 143. من خلال رسالة الحفيد إلى جدته، أجب عن الأسئلة الآتية: ما الذي جعل الحفيد الصغير يحزن ويتألم؟ ما الذي جعل الحفيد الصغير يحزن ويتألم؟ أحسنتي، بارك الله فيك. بالفعل الذي جعل الحفيد الصغير يحزن ويتألم رؤية جدته تتألم من الأمراض التي تعاني منها. رؤية جدته تتألم من الأمراض التي تعاني منها. شكرا لك يا عزيزتي. نستطيع الآن كتابة الإجابة. رؤية جدته. رؤية جدتهم. رؤية جدتهم. عفوا. رؤية جدتهم تتألم من الأمراض التي تعاني منها. السؤال التالي، السؤال رقم السادس. السؤال السادس: استخدم الحفيد في رسالته أسلوب الاستفهام. استخدم الحفيد في رسالته أسلوب الاستفهام، مثل قوله: أين لياليك الجميلة؟ وأين أحاديثك العذبة؟ وحكاياتك الممتعة؟ ما دور هذا الأسلوب في التأثير على الجدة؟ وضح ذلك. ما دور هذا الأسلوب؟ فكري جيدا. أين هذا الأسلوب؟ اتفقنا أنه أسلوب استفهام. ما دوره في التأثير على الجدة؟ بالفعل أسمعك جيدا، إجابة صحيحة. دور هذا الأسلوب هو التعبير عن الشوق والحنين لحكايات الجدة.
والتعبير عن الشوق والحنين لحكايات الجدة لتعود وتحكي لهم الحكايات مرة أخرى. هو التعبير، اكتبي معي هو التعبير عن الشوق والحنين لحكايات الجدة لتعود وتحكي لهم الحكايات مرة أخرى. هذا هو الدور. السؤال السابع، ما مهمة الجدة الخالدة التي ذكرها الحفيد في رسالته؟ ما هي المهمة الخالدة التي ذكرها الحفيد في رسالته؟ أتتذكرين؟ نعم، حكاية القصص والأساطير لأحفادها، هذه هي المهمة الخالدة. بالفعل حكاية كانت الجدة تحكي لهم القصص والأساطير الجميلة لأحفادها. حكاية القصص والأساطير لأحفادها. وبذلك عزيزاتي الطالبات نكون قد انتهينا من الجزء الأول من درسنا، وهو بعنوان رسالة إلى جدتي. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا بإذن الله تعالى الخميس بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.